ايه؟ طب لو انا هحط مثلا اعمل تعليه مثلا، لو انا عندي طريق ترابي تمام وعايز اعليه شويه، اعليه بايه؟ بتراب ولا تربه زلطيه ولا تربه رمليه ولا سن ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طيب وات ايفر بقى جاي لك في المقايسه او المواصفه تربه زلطيه، ازاي اعرف ان الماتيريال دي اسمها تربه زلطيه؟ دي سن، دي زلط. الفكره كلها من تصنيف التربه. طب احنا عندنا كام طريقه لتصنيف التربه؟ قال لك والله احنا هندرس 3 طرق تمام. طريقه، اول طريقه اسمها الام اي تي، انا اعتقد ان انت خدت الكلام ده في السويل تمام. الام اي تي كلاسيفيكيشن، ايه الام اي تي؟ اختصار لمين؟ ماساتشوستس انستيتيوت تكنولوجي، المعهد بتاع مين؟ في انجلترا. المعهد ده، المعهد ده شهير قوي يعني تمام. الام اي تي، الام اي تي قال لك ايه؟ ان انا والله عشان اصنف التربه هدي لك مقاس لكل نوع معين من التربه تمام. زي مثلا البولدر، البولدر دي الاحجار، قال لك والله لو انت عندك او الدبش الحجر الكبيره دي تمام، لو لقيت المقاس بتاعها اكبر من 60 مللي فده معناه دبش، 100 مللي 200 مللي الكلام ده بكله كام؟ دبش. طيب لو جرافل، قال لك الجرافل ده بيصنفوه 3 انواع، يا اما يكون جرافل بس من الفاين او الميديوم او كورس، يعني ناعم من متوسط يا خشن، على حسب ايه؟ حسب مقاسه. قال لك والله لو لقيت المقاس بتاعه من 2 مللي ل 6 مللي فده جرافل زلط بس من نوع الفاين، زلط رفيع. طب لو من 6 ل 20 يبقى ميديوم مش عارف ايه، طب من 20 ل 60 يبقى كورس. مسك كل ماده قسمها بولدر وجرافل اللي هي الزلط، والساند اللي هي الرم، والسيلت اللي هي الطمي تمام، والكلي اللي هو الطين. مسك كل واحده من دول صنفه تمام، بحيث ان المقاس بتاعي الحبيبات بتاعتي هي اللي تقول لي دي الماده نوعها ايه. مسك الجرافل والساند والسيلد، قسمهم لفاين وميديوم وكورس على حسب مين؟ المقاس بتاعي او السمك بتاعي او السايز بتاعي تمام كده. طيب المطلوب منك انت هتحفظ الجدول ده، ان عمر الدكتوره ما جابت مساله في الامتحان على التصنيف ده خالص تمام. هيجي تقول لك عندك عينات المطور مثلا السايز بتاعها 200 مللي، طب نوعها ايه؟ جرافل ولا ساند ولا سيلت؟ ممكن يجي لك اختياري لو جا لك بقى ام سي كيو او كده يعني. فالمطلوب منك الجدول ده، اعتقد مش عارف الدكتوره ممكن تجيبه في الامتحان ولا لا، بس اعتقد انت لازم تحفظه تمام. وانت هتلاقي حفظه سهل، ليه؟ هتلاقي 2 ل 6 26 كل شويه تلاقيه بيقسم على 100 على 10 الكلام ده، هتلاقي 2 و6 2 و6 يعني. بس انت ايه زي ما قلت لك كده، الدكتوره بقى هل هتجيبه في الامتحان معطى الجدول ده ولا انت هتحفظه لو جابت لك مسائل عليه؟ فدي مع الدكتوره يعني تمام. انا ايامي ما كنت طالب كانت هي ايه بنحفظه يعني تمام، اللي بيرشمه بقى يعني هو وحظه يعني تمام. ممكن يجي لك في صوره مقياس زي ده كده او رسمه زي دي تمام. طب ايه الفرق؟ ولا فيها اي حاجه، برضو نفس الكلام، مقسمه لك ايه؟ كلي وسيلت وساند، والبتاع دي جرافل بس هتلاقيها ممسوحه، ودي ايه؟ بولدر او كوبلز اللي هي الحبوبات الكبيره. نفس الكلام، المقاس الاكبر من 60 هتلاقي مين؟ بولدر. من 60 من 2 ل 60، من 2 لحد 60 هتلاقي ايه؟ جرافل. ومقسمه لك من 2 ل 6 الفاين، من 6 ل 20 هتلاقي الميديوم، من 20 ل 60 هتلاقي مين؟ الكورس الخشن تمام. يعني يا اما يجي لك في صوره جدول او يجي لك في صوره مين؟ الرسمه دي. في مشكله يا شباب تعرف تتعامل مع الموضوع ده؟ موضوع تافه يعني. ها؟ ايوه زي الفل تمام. طيب حلو. النوع الثاني حاجه اسمها اليو اس سي اس، اختصار لايه؟ يونيفايد سويل كلاسيفيكيشن سيستم. ده اعتقد انت خدته في السويل، اعتقد ده الدكتور احمد فاروق كان بيديه في السويل، خدتوه صح؟ الام اي تي ده؟ خدنا التحليل بالمناخ بس مش فاكر ده هو ولا لا، اعتقد ده هو الام اي تي، وخدت اليو اس سي اس تمام. معلش يا باشمهندس، هو هنستخدم الجدول اللي فوق ده في ايه اساسا يعني؟ غير ان انا بعرف التربه دي نوعها ايه يعني، هستخدمها في مساله ايه او في نظر يعني عباره عن ايه؟ طيب سيبك بس من المساله دي، هتفهمها لما نخش بس ايه في النوع الثالث يعني. انا هروح ايه، انت بس فهمت الجدول ده تعرف تصنف التربه منه؟ لو جالك مثلا قال لك تربه سويل عندك مقاسها من 2 ل 6 4 مللي، تعرف تقول له دي عباره عن ايه؟ تمام. بس تعرف المعلومه دي لحد بس لما نشوف المسائل عامله ازاي؟ تمام. طيب التصنيف الثاني حاجه اسمها اليو اس سي اس يونيفايد سويل كلاسيفيكيشن سيستم، وهنأجله بس لحد ما نخلص الاهم. الاهم هو بالنسبه لي الاشتو دي، لازم انا اجي لك سؤال في الامتحان او مسالتين في الامتحان، والموضوع تافه جدا جدا جدا، عايز واحد كده يعني ايه بيخبط كده ويعرف يشتغل فيه تمام. ايه بقى الاشتو؟ الاشتو دي اختصار لمين؟ الامريكان اسوسيشن سوسايتي
هايوي ترانسبورتيشن اورجانيزيشن، يعني ايه؟ زي وزاره النقل كده بتاعه مصر بس في امريكا، تمام كده. تصنيف الاشتو ده قال لك عشان نصنف التربه بقسمها الانواع اللي عندك دي، حاجه اسمها A1A A1B A3 A24 A25 A26 A27 A4 A5 A6 مش عارف ايه. طيب يعني طب هي التربه اللي عندي هتبقى النوع ده ولا النوع ده؟ طب و1A اختصار ليه؟ هتلاقيه مديك A1A مثلا قايل لك والله دي عباره عن مين، مثلا ستون جرافل اند ساند مثلا، تمام، حجاره ورمل وزلط، تمام. يجوا على النوع ده مثلا A3 يقول لك ده عباره عن مين، فاين ساند، رمل ناعم، تمام. النوع الثالث ده مثلا يقول لك الانواع دي كلها ممكن تمشي حاجه اسمها سيلتي اور كلييد جرافل ساند، تمام. طيب الهدف بقى ان انت الشطاره بتاعتك نتعرف ده المساله اللي عندك هستخدم دي ولا استخدم دي ولا استخدم دي. والله الاشتو قال لك ايه يا عم؟ قال لك والله هي الطبيعي جدا بيبقى عندنا نوعين من التربه، تربه خشنه وتربه ناعمه. التربه الخشنه بيسموها مين؟ الجرانيولر ماتيريال، الجرانيولر حبيبات يعني. والنوع الثاني الفاين. طب قال لك ده معتمد على ايه؟ قال لك والله معتمد على منخل 200. يعني انت المفروض البدايه خالص لما يجي لك مثلا في المعمل تربه او عينه مثلا بتاع بتعمل تدرج حبيبي، تمام، تدرج على المناخ اللي عندك لحد مثلا منخل 200، تمام. منخل 200 ده بيفصل ما بين التربه الخشنه والتربه الناعمه. قال لك والله لو المر في الميه دي في الميه باصنج النسبه المئويه للمر من منخل 200 لقيته اقل من 35%، يبقى انت هتستخدم من A1 لحد A27 دي، يعني الخانات دي معاك كلها. لو لقيت نسبه المر من منخل 200 اكبر من 35% يبقى دي التربه اللي عندك. فهمت اول خطوه تعملها ازاي؟ طب يا باشمهندس مش فاهم، بص كده، هو هيجي لك في المساله في الامتحان هيجي لك جدول زي ده كده، زي ده بالظبط. المساله دي جت في الامتحانات بص 50,000 مره، دي دايما بتيجي بيقول لك صنف لي كلاسيفاي السويل ايه، قال لك ده خانات السويل A وB، تمام، اكوردنج تو اشتو مثلا، وكذا طريقه ثانيه. ما علينا، خلينا في الاشتو وبعد كده نشوف الطرق الثانيه. فهو بيديك المنخل او النسبه المئويه للمر ومديك التربه، يقول لك منخل 4، منخل 10، منخل 40، منخل 60، منخل 100، منخل 200. اجي على منخل 200 اول حاجه، منخل 200 المر منه كام يا شباب هنا؟ رجاله 58. اجي اقارنها بقى من هنا، اهي الجدول ده جاي لك في الامتحان، الجدول ده هيجي لك في الامتحان، يبقى 58 58 اقل من 35% ولا اكبر من 35%؟ اكبر. يبقى انت شغال فين في الحته دي كده في الزون دي، يبقى التربه اللي عندك اللي انت هتطلعها في الامتحان او الاجابه يا ايه 4 يا ايه 5 يا ايه 6 او ايه 7 5 او ايه 7 6، تمام. طب ايه اللي هيفرق؟ شويه حاجات تانية، تمام، زي ايه؟ هيجي يقول لك والله المار من منخل 10 اخش اجيب منه قيمه، المار من منخل 40 اشوف هيوفق مع مين، المار من منخل 200، تمام. فقال لك الاشتو ده بيعتمد على حاجتين، التدرج الحبيبي اول حاجه من منخل 200 بيصنفها لي يا خشنه ولا ناعمه، وثلاث مناخل 10 و40 و200. هتلاقي حتى في الجدول بيرفقوا لك في الاجابه او في السؤال اسف منخل 4 و10 و40، انا محتاج بس 10 و4 صح او 4 و10 و40، 4 10 و40 و200، انا بس مش محتاج حتى لما ناخل دي، حتى اداك 1000 منخل انا محتاج بس 10 و40 و200، محتاج منخل 10 و40 و200 بس. حلو كده، يبقى اول حاجه بيستخدم تدرج الحبيبي، ثاني حاجه بيعتمد على حاجه اسمها مين، الليكويد ليميت والبلاستيك او البلاستيستي اندكس. نسبة مئوية ولا ساعات بيديها لي اوزان وانا بطلع النسب المئوية؟ انت خلاص كبرت على الموضوع ده، انت بتطلع على طول ايه الاوزان بتاعتك، تمام، او اسف هي الموضوع بجايب لك في الامتحان نسب مئوية للمر يعني، تمام. حلو، يبقى اول حاجة بيعتمد عليها هي المناخي، تاني حاجة حدود اتربرج لو انت فاكر كازا جراند والبلاستيك ليميت وعدد الدقات والبتاع العينة تشرخ ومش عارف ايه، بقول لك الطرق مادة مجمعة، تمام. ما عليك، بس انا عايزك بس تعرف يعني ال دي اختصار لحاجه اسمها الليكويد ليميت، حد السيوله، والبلاستيك ليميت اختصار لحد اللي دونه، تمام. في علاقه ما بين مين؟ في علاقه ما بين الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت، حاجه اسمها مين؟ البلاستيستي اندكس، معامل او معامل اللي دونه.
قال لك بيساوي مين البلاستيست اندكس، بيديله رمز بي اي بيساوي الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت. تمام يا شباب، الموضوع ده مهم جدا. ليه؟ لان الاشتو هتلاقيه مديك مين، بيقول لك لما باجي اقارن ولا لما باجي اختار او اجي اعمل اصنف، انا محتاج الليكويد ليميت ومحتاج مين، مش بلاستيك ليميت بل محتاج البلاستيستي اندكس. فالقيمه دي عندك الليكويد ليميت هتلاقي عندك 4 10 20، اي قيمه عندك. طب البلاستيك اندكس هجيبه ازاي؟ هقول الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت. في مشكله يا شباب، يعني انت محتاج كام حاجه؟ محتاج اول حاجه منخل 200 وثلاث مناخل، وبعد كده الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت عشان اعمل ايه، اختار هي واقع فيه او اسمها ايه. في مشكله يا شباب؟ انا بلاستيستي اندكس بقى دخلت معايا في ايه في الموضوع، يا نهار اسود ومهبب يا ابني. ما هي اسمها الليكويد ليميت، ايه دي اسمها ايه؟ ايوه ايوه ماشي، ليكويد ليميت دي بلاستيك اندكس. معلش شفتها بلاستيك ليميت. معلش انت لابس نظاره ولا لحه؟ لا كله تمام. طيب ماشي، يبقى تمام. يبقى انت كده فهمت هتستخدم ايه في الجدول. تعالى بقى ناخد مثال عشان نفهم. تمام، لما بس عايز بس ايه افهمك حاجه، بيقول لك مثلا 50% ماكسيمم. يعني ايه 50% ماكسيمم؟ يعني اخرك 50. يعني انا مثلا يا شباب، يعني ايه عايز اعرف لما انكتب لي 50 ماكسيمم معناها ايه، وانكتب لي مثلا 50 مينيمم او 51 مينيمم. يعني هنا بقول لك والله ايه واحد ايه تقبل لو انت المر منخل 10 ده مثلا 49. ليه؟ لان اخر 50 ماكسيمم، ده ليه اقصى حاجه عندك 50. تمام، طيب 51 مينيمم معناها ايه؟ ان انت مثلا لو هي عندك مثلا 30 ما تنفعش، ده انا بدايتي 51 ده المينيمم بتاعي. انت فاهم عرفت ايه الفرق ما بين الماكسيمم والمينيمم؟ دي مكتوب هنا الرقم ده ايه؟ لا معلش تاني هندسه، تاني كلمه ماكسيمم يعني ايه اقصى حاجه صح؟ حلو. تعالى كده مثلا عم نفترض في المساله بتاعتنا، تعالى مثلا حاجه زي دي كده مثلا، ده ايه ليه في قلبها كل حاجه. تعالى كده ايه، احنا كنا مشغلين في ايه، في التربه بتاعتي اللي هي المر من منخل 200 كان كام؟ 58. ايه طب وليكن مثلا انت وصلت للمرحله دي، تمام، انت بتمشي ستيبات ستيب ورا ستيب ورا ستيب، كل ستيب بتطلع منها حاجه. تمام، المر منخل 200 كام قلنا؟ كام؟ 58. انا واقف عند الخانه دي اهي مثلا، وقلنا خلاص اللي معايا مين الجزء ده بس صح، لان استبعدت دول في البدايه. تمام ال 58% تمشي ايه، 4 ولا ايه 5 ولا ايه 6 ولا ايه 7 5 وايه 7 6؟ ما كلهم المينيمم بتاعهم 36، يعني تنفع اي واحده فيهم. حلو، طب دي لو كانت ماكسيمم ما تنفعش ولا واحده فيهم. ليه؟ لان انا اخري 36 لكن المينيمم بدايتي. انت فهمت النقطه الفرق ايه؟ تمام. طب تعالى حاجه زي دي مثلا، لو افترضنا مثلا ان هي كانت هنا مثلا، تعالى كده وعندي البتاع كام 58%، تنفع هنا اصلا؟ ده انا اخري ما تنفعش ولا واحده فيهم لان اخري 35. تمام كده. طب تعالى بقى ايه نشوف نحل مساله كده ونفهم ايه الدنيا. تمام، طيب وحتى هنا هتلاقي في الجدول ده انت مش لازم أن تحفظه بس تعرفه. يعني هيقول لك الاي 1 اي مثلا معناها حاجه اسمها جي دبليو. جي دبليو اختصار لمين؟ لويل جريدد جرافل. هنيجي نقراها مثلا قدام، يعني ايه زلط مدموج كويس. مثلا اي 1 بي معناها حاجه اسمها اس دبليو، يعني ساند او ويل جريدد ساند مثلا. تمام، ما يهمكش انت في الاخر بتقول له ايه التربه نوعها ايه، واحد ايه اي 1 بي ايه 2 ايه 3 ايه 4 زي ما تيجي. تمام، تعالى بس نشوف مساله كده. تمام، وبعد كده ايه ربنا يكرم يعني. ماشي كده، تعالى يا عم المساله بتاعت مين؟ هو تحديد نوع التربه اللي انا باخدها دي بعمل لها اناليسيس، ده هو اللي بيحدد لي طبقات الطريق اللي انا هحطها فوقها ولا يعني؟ لا مالهاش علاقه، ده انت بتعمل ايه، ده هي مثلا بيجي يقول لك والله انت عملت التصميم بتاعي هيكون عباره عن اسفلت وسن، تمام، واحط شويه زلط تحت. تمام، بس الزلط ده نوعهم مثلا زلط اس دبليو اي 1 اي مثلا. فانت الراجل بتاع المعمل، لان انت زي ما انت ممكن تشتغل مهندس طرق او في معمل مهندس معمل طرق، تمام، او انت حتى لو في التنفيذ، ازاي تتاكد ان التربه اللي هي جايه لك في الرسمه او في الرسومات هي اللي انت هتستخدمها؟ مش هيك عليها.
تمام؟ اعرف اتعامل معاها يعني، ملهاش علاقه انت بتعرف بس بتاكد والله ده 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 ذهب، اه ده ليه ختم وليه مش عارف ايه، ده دي فلوس 200 جنيه، اه ده ليها 200 جنيه مش عارف. ده تصنيف يعني ايه ايه الاختبار ده تشيك على الطبقات اللايرز اللي انا احطها في الطريق مش الارض الطبيعيه. الله ينور عليك. التربه تصنيف التربه، التربه بالنسبه لنا احنا المواد اللي هنستخدمها. تمام 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 يا هندسه، حلو قوي. طيب تعالى بس نشوف المساله دي ماشي كده. ايه ناخد دي برينت سكرين كده مثلا. الكروب ازاي يا جدعان؟ ايوه خلاص ده بالنسبه لي المساله انا عايزها خلاص ماشي كده. حلو، طالب منك ايه؟ عايز افتح حاجتين قدامي، بيقول لي صنف لي التربه دي A و B. تمام يا عم هنصنفها لك. الموضوع خطوات، بص يعني ايه اللي تعب يعني اللي لسه ما عرفش حاجه عن الماده دي بالنسبه له الدرس ب 10 درجات. تمام، بيقول لك ايه؟ خلي الجدول ده مفتوح قدامنا اهو. باشمهندس بعد اذنك. عمر يا سانت. هو الفايل مبعوت لحد ولا مش مبعوت؟ عشان انا بسالهم الفايل. انا اول بسرعه. اول لما اقفل هعمله لك حالا دلوقتي. تمام؟ على فكره بس بكتب فيه. طيب دقيقه واحده ارفعها على الجروب اهو. مش ده الجروب بتاعنا يا رجاله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي كده عندكم المفروض ان هو اترفع عليكم كده. ماشي كده هندسه للناس اللي كانت عايزه البتاع يترفع الفايل اهو. تمام، اسمه سويل كلاسيفيكيشن. ماشي هندسه ابعته بقى منها يعني. اترفع يا ريس اهو. لا هو كمان مش معانا في السكشن. ماشي تعال نرجع لدنيتنا. يبقى انا بس محتاج منك ايه؟ الدكتوره هتلاقي في الامتحان هتلاقي لي ما تستغربش ان الامتحان مثلا جاي لك 10 ورقات ولا حاجه. ليه؟ هتلاقي نصهم ورق جداول وحاجات زي كده. تمام؟ تمام يا ريس. طيب بيقول لك ايه؟ صنف التربه A و B، مره للاشتو ومره لمين؟ الـ USCS اللي هي حاجة اسمها Unified Soil Classification System. تمام؟ ماشي كده؟ تمام. يا مرة صنف لي A وصنف لي B طبقا لمين؟ للأشتو وطبقا لمين؟ الـ Unified Soil Classification System اللي هي حاجة اسمها الـ USCS. تمام؟ طيب أول حاجة بعمل إيه؟ ولا خطوات استبات بالنسبة لي أنا شغال استبات. إيه هي الاستبات؟ أول حاجة استب عندي إن أنا بقول المر من منخل 200 نسبة مئوية للمر في المية باسنج منين؟ من منخل 200 كام بالنسبة للإيه؟ ناس معايا المسألة مش هتتحل بالنسبة لإيه؟ 58 هندسة 58% أكتبها، بكتب كده حتى لو هي قدامي. أه بكتبها كده. تاني حاجة يبقى أول حاجة هتدخل ده ببدأ أحدد والله هي أهل نوع من التربة 58% أقارنها منين؟ من اللي فوق دول 58% أقل من 35 ولا أكبر من 35؟ أكبر. يبقى أنهي نوع؟ الأخير. يعني أكتب له إيه؟ ممكن التربة تمشي عندي إيه 4 غور مثلا إيه 5 6 7 لحد مين؟ أه إيه 6. وهنيجي نتكلم في ايه 7 6 دي عشان ابقى فاهمها لك ايه قصتها ولا حاجه يعني. تمام، ايه 7 6 ايه 5 او 6 يعني ما بين قوسين 7 او 6 ماشي عشان بس تبقى انت فاهم ما نطولش على الفاضي الكتابه. يبقى دي اول حاجه خطا. يبقى انت كده بتاخد درجات على فكره، انت كده خدت كده درجه ولا حاجه، الموضوع تافه قوي يعني. تاني حاجه بخش على مين؟ ابدا اخش في الـ في السيم اناليسيس ده. اول حاجه المر منخل كام؟ 10. اه اكتب النسبه المئويه المر من منخل كام؟
10 كام عندي في التربه ايه؟ مية. مية. ايه 100 حلو. صوت بس عند الناس اللي هو الدوشه ده بس حواليها كده الناس ممكن توطي شويه. اه دلوقتي انا ايه دلوقتي ما ادخل 10 ابدا اخش، هل انا بقى وانا في الامتحان اقعد ادور هنا؟ انا ماليش دعوه دول كده خلاص كده اشد بالقلم الاحمر معايا ولا القلم الازرق معايا خط على دول كلهم، ده من حياتي ده كلها. فمنخل 10 في حاجه اصلا مكتوبه قدامها؟ لا لا. يبقى مليون في الميه التربه كلها برضو ممكن يمشي الاربعه دول. اكتبها ما اكتبهاش كل ايه؟ كتاب درجه بفلوس ايه المنخل اللي بعده كام؟ 40. اكتب النسبه المئويه المره من منخل كام؟ 40 يساوي كام؟ منخل 40 80% اهي. اخش على 40 في حاجه قصادها اصلا؟ يبقى كله زي ما هو، يبقى الاربعه معايا شغالين خدت درجه. اللي بعد المر من منخل 200 النسبه المئويه المره من منخل 200 اهي النسبه المئويه من منخل منخل اللي هو الشباك ده تمام عشان الناس بس الناس يا سويل وماتيريال ما خدتش حاجه زي كده في حياتها قبل كده تمام. المر منخل 200 كام؟ 58% اهي 58% اه ده في ارقام ابدا اسال نفسي بقى 58 تمشي مع دي ولا مع دي ولا مع دي ولا مع دي؟ كل كلمه مينيمم معناها ايه؟ بدايتي 36 وانا طالع، فانا عندي كام القيمه اللي انا في التربه ايه؟ ده 58 يعني ايه 36 تمشي؟ اه ده بدايتي 36 وانا طالع يعني تمشي 50 تمشي 60 يعني تمشي 58 يبقى دي تمشي ودي تمشي ودي تمشي. الله سبحان الله يا اخي ده درجه اه والله العظيم حاجه دي تعالى درجات ايه؟ اخدها كده كوبي واقول له كوبي بيس يلا اهي يبقى انت كده خدت اربع درجات وانت ماشي. لحد الان المناخل فشلت هي بس حددت لي هي تربه ناعمه بس فشلت هي اهل نوع من الاربعه. اخش بمين؟ بحدود اتربرج. يعني ايه حدود اتربرج؟ كلمتين حاجه اسمها الليكويد ليميت والبلاستيك او بلاستيست اندكس. يبقى اول حاجه اخش بيها ما اقراش اهي المنخل الليكويد ليميت بتاعي صح؟ الليكويد ليميت ايه؟ اكتب الليكويد ليميت. الليكويد ليميت بكام؟ الليكويد ليميت بتاع التربه ايه؟ بكام؟ بكام يا ابني؟ ب 30 صح؟ الليكويد ليميت ها ال ال حرف بص في المساء في الامتحان حاول بص ايه ايه تشبه الليكويد ليميت بكام؟ ب 30. ال 30 بقى تمشي معايا دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ ايه ما... حلو هنا بيقول لك اخرك 40 يعني مثلا تمشي 30 تمشي 20 اه ده انا اخر 40 انت معاك كام؟ 30 يعني دي تمشي صح؟ ايه اربعه تمشي؟ ايه اربعه تمشي طب ايه خمسه تمشي؟ لا ده انا بدايتي 41 وانا عندي 30 ما ينفعش. وايه سته برضو تمشي؟ يبقى اللي يمشي معايا مين؟ ايه اربعه وايه مين؟ سته اهي. يبقى انا اكتب له هنا في الحاله دي اللي الجديد بقى معايا يا معلم يبقى الليكويد ليميت عندي ب 30 30 خلاص. يبقى في الحاله دي يبقى انا عندي في الحاله دي الطرب معايا مين؟ معايا ايه اربعه صح كده يا شباب؟ او مين؟ ايه سته. ايه سته. يبقى انت بتمشي تقعد تطلع تدلت كده لحد ما توصل للحل بتاعك. حلو يبقى ايه لي بقى الحاسم مين؟ اهو ان هو مين؟ اكيد مليون في الميه ده اللي هيحسمني ولازم لازم تطلع بنوع واحد. لازم في الامتحان كده عشان بس ايه الناس اللي بتحلم ما يطلعليش 1000 تربه هي نوع واحده. تمام؟ البلاستيك مين اندكس او بلاستيستي اندكس بيسموه البي اي القانون بتاعه ايه؟ ده الوحيد اللي هتحفظه. يبقى انت حفظت قانون واحد النهارده بس اللي هو المفروض عندك من ايام ايه؟ بيساوي الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت. حد يعرف منين الارقام دي؟ انا شغال التربه ايه؟ الليكويد ليميت بكام والبلاستيك ليميت بكام؟ التربه ايه؟ الليكويد ليميت ب 30 والبلاستيك ليميت ب 20. جدع ايه 30 ناقص 20 هيساوي كام؟ 10. يبقى انا دلوقتي شغال بقيمه اسمها كام؟ 10 عندي اهي. يبقى البلاستيست اندكس ب 10. انا شغال في مين؟ انسى بقى ما تقعدش تقارن باب كله وتحلم. انا دلوقتي شغال على مين؟ ايه 4 وايه 6 بس اخر حاجه وصلت لها ايه 4 وايه 6. انا معايا كام؟ 10. طب حلو تمشي ايه 4 ولا ايه 6؟ ايه 4 بيقول لك اخرك 10 يا معاك ال 10. طب ايه 6
ده انا 11 منهم يعني بدايه 11 لا ده انا معايا 10 يبقى في دي مفيش غير مين يبقى ايه 4 يبقى ذا سويل از اي 4 كل ساوند طيب خدت كده 9 من 10 طب وال10 راحت فين بقى الدرجه ال10 راحت فين اقول لك جاي في السكه تمام حلو يبقى ايه 4 طب نوح ايه طيب لو انا عايز اقول له ايه 4 دي واحد ماشي اقول له انت التربه عندك دي 4 يعني ايه يا ابني يعني سلتي سويل يعني ايه سلتي تربه طمي تمام طب ايه الفرق بين ايه 4 وايه 5 ما هي سلتي سويل فاكر الجدول ده الجدول ده مش حافظ يعني هتلاقي ايه 4 وايه 5 شوف الفرق بينهم ايه هتلاقي ده ايه 3 ايه 4 ايه 5 ايه الفرق بين ايه 4 وايه 5 هتلاقي بس شويه تشكيله هتلاقي شويه ده على شويه ماده عضويه تمام الكلام ده المهم بس تعرف توصل بس للرقم ده انت بيتبقى لك حاجه بقى ايه قال لك والله ان انا مفروض ايه 4 دي فيها درجات تمام عندي مثلا 300 طالب في مدني يبقى انا عرفت ان خدت الطالب كده عرفت اصنف مثلا معايا طالب من مدني وطالب من كهرباء وطالب من عماره باور وطالب مثلا من كهرباء انشاءات كل الكلام ده كله عرفت اطلع من الطالب دول ده مدني طب تمام طب مدني ده ترتيبه ايه الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا بيشيل كل سنه نفس الكلام عندنا في التربه انا خلاص عندي 100 نوع تربه زلط ورمل ومش عارف ايه طلعت منها الرمل بس او السلت بس طب السلت ده ترتيبه حلو ولا وحش يعني سلت ابن ناس ولا سلت تعبان قال لك والله بنعمل حاجه اسمها مين الجروب اندكس في حاجه عندنا اسمها الجروب اندكس جروب يعني مجموعه تمام انت درجتك في المجموعه ايه انت كل سنه بتشيل وتطلع الاول الجروب اندكس ده معامل اقرا كده بيقول لك ايه جروب اندكس جي اي اختصاره جي اي يعني مش محتاجه حاجه بس ماشي الجروب اندكس بيقول لك از ايفالويت قيم او يرقم وده معامل برتب بيه السويل درجاتها من حلو للوحش في نفس المجموعه يعني ايه 4 برتبها مثلا التربه دي درجتها 1 ولا 2 ولا 3 هي احسن ولا اوحش ما يكون الرقم اللي طالعه اقل يعني كل ما يكون يعني كل ما يكون ده هاي معناه ان هي لو يعني مثلا يقول لك الواد ده سيل مثلا ترتيبه الاول تمام محمد مثلا الثاني ده اللي معاه صاحبه ترتيبه ال 500 مين الاحسن ال 500 ولا الواحد نفس الكلام عندنا في التربه كل ما يكون الرقم ده اقل كل ما يكون جودته حلوه كل ما يكون الرقم ده كبير يقول لك انا ترتيب ال 500 يعني انت معايا انت اصلا ده اصلا دفعه كلها اصلا 400 انت تحت انت اصلا نزلت ثانيه مدني ولا حاجه مثلا انت فاهم فكل ما يكون الرقم ده كبير معناه ان هو ايه لو ماتيريال او لو كواليتي كل ما يكون الرقم ده اقل كل ما يكون جودته حلوه تمام ما تنساهاش بالطلبه والكلام ده طيب ازاي بحسب بقى جروب اندكس المعادله دي حفظ مش هيجي لك في الامتحان الجروب اندكس دي المعادله بتاعتها ايه قال لك بيساوي 2 من 10 في ثابت اسمه ايه زائد 5 من 1000 في ثابت اسمه ايه في ثابت اسمه سي زائد 1 من 100 ثابت اسمه بي في ثابت اسمه دي يا نهار ابيض طب انا عارف ايه انا بس قول لي بس قيمه الاي بكام وقيمه البي بكام وقيمه الدي بكام وقيمه السي بكام وانا اقول لك الجروب اندكس بكام قال لك يا عم سهل انت هتحفظ الكلام ده كله ها هي دي تاني حاجه هتحفظها ايه الارقام دي كده بالحله دي قال لك مهما طلع مثلا قال لك انت مثلا بتحسب المعادله دي حفظ برضه يا ريس بتكلم في كده المعادله دي انت حفظت قانون واحد بلاستيست اندكس وتاني قانون هو معاك تمام ممكن الدكتور يجيبه في الامتحان ممكن بتنساه تجيبه فانت تحفظه تمام والكلام لسه ما اتقالش في المحاضره او ما اعرفش هو مش هيتقال في المحاضره هو الدكتور ما شرحتش الكلام ده لا لا ما شرحت ايه شرحت نفس برضو الشفوي اللي هو النظري اللي كنا بنشرحه كملت برضو الشرح بتاع البيفمنت بس يعني ما اشتغلتش في التصنيف ده يعني صح لا لسه طيب بس ناخد حاجه كده وممكن اجل حاجه تانية عشان اما نشوف بس ميعاد المحاضره يعني الموضوع مش محتاج يعني خلينا سابقين برضو يا باشمهندس يبقى احنا في الامان عشان ما الفاينل برضو ميعاده قصير الدنيا غدارة حاضر ماشي حاضر ماشي يبقى احنا كده جروب اندكس تحفظ المعادله دي طب يا باشمهندس اي رقم يطلع المعادله دي اقبل بيه قال لك لا الجروب اندكس ده لازم يطلع ما بين 0 و20 يعني لو طلع مثلا 25 هكتبه 20 طلع 100 هكتبه 20
طلع 1000 هكتبه كام؟ 20. اقصى حاجه عندي في جروب اندكس رقم 20، انت فاهم؟ يعني انا دلوقتي الدفعه ترتيبها من 0 ل 20، طلع 500 ارقام جابت ال 500 هكتبه 20 اخر واحد، يعني اللاست، يعني ما عنديش اقصى من كده، تمام؟ طيب لو طلع مثلا سالب 10، سالب 5، سالب 1000 هكتبه 0، تمام؟ يجي في الامتحان يجي لك سؤال كده، التربه مثلا ايه 4، عشان بس الناس هتشوف الامتحان في حاجات كده ما تعرفش هي جايه منين، يقول لك ايه 4 1 نقط بيتر بقى ولا لو، ايه 4 3 مين الاحسن؟ واحد وثلاثة دي اللي هما جروب اندكس، كل ما يقل كل ما احسن. طب حلو الجروب اندكس، طيب عشان النقطه دي قال لك جنب افتح قوس كده واكتب التربه ما بين قوسين زي ده كده، ايه 7 6 بين قوسين 5، ايه 7 6 18، تمام؟ يجي لك في الامتحان كده يقول لك ايه 4 تمام 30 از لو ماتيريال، تنفع اصلا اكتب كده اصلا؟ لا هو اخره 20 نقطه صح، تمام حلو. يجي يقول لك والله ايه 4 تمام 1 إز بيتر زان صح وغلط، تمام ايه 5 2 صح ولا غلط، بيقول لك ايه ايه 4 1 اكبر من ايه 5 3، مش ده نوع وده نوع. الله ينور عليك. الجروب اندكس هتقول له غلط، ما ينفعش. ليه؟ الجروب اندكس بيصنف التربه اللي في الجروب الواحد، ما ينفعش اطلع بره الجروب، ما ينفعش ارتب واحد في مدني مع واحد بتاع كهرباء، بتاع كهرباء في ده حاجه وده حاجه، ما ينفعش اقول مثلا والله البحر ده اطول من نهر، دي حاجه ودي حاجه، ما اعرفش اقارن، تمام؟ يبقى انت دلوقتي الجروب اندكس بكتبه بين قوسين جنب الرقم التربه طلعتها، وكل ما يكون الرقم ده قليل يكون احسن، اخري فيه من 0 ل 20، لو طلع اقل من 0 اكتبه 0، طلع اكبر من 20 اكتبه 20، اتفقنا؟ بقي لي بس اعرف الثوابت دي ارقامها ازاي عشان ايه اعرف احسبها. تعالى قال لك والله عشان تعرف تحسبها احسب الايه، الايه بيساوي كام؟ مليني كده، الايه بيساوي المر منخل 200، المر منخل 200 بكام فاكرينه؟ 58 ناقص كام؟ 35 ناقص 35 يساوي كام؟ 58 ناقص 35 23. حلو اكتبه، قال لك لا اشوف هو الارقام بتاعته حدوده من كام، من 0 ل 40 يمشي، يمشي اعدل اللي بعده اجيب البي، البي بيساوي كام؟ المر من منخل 200 اللي هو 58 ناقص كام؟ ناقص 15 هيساوي كام؟ 43 يمشي؟ لا ما يمشيش، يبقى لازم اعدله كام؟ لا ده يبقى 40، ما ينفعنيش لان انا اخري 40، يبقى البي ده كده كام ده كام؟ 40 اهو، شيل 43 دي اكتبها كده اشطب عليها كده خفيف واكتب 40 ما امسحهاش، تمام؟ حلو. السي الليكويد ليميت، الليكويد ليميت بكام؟ اهي بص هتلاقي كل حاجه كاتبها انت لو مسلسل الخطوات اهي هتلاقيها موجوده، 30 ناقص كام؟ 30 ناقص 40 يبقى يطلع يساوي سالب 10 يا باشمهندس، اشوف اسف حدودي اكتبه 0، يبقى ده كده يبقى بصفر، مش هينفع ليش على سالب 10 لان حدودي من 0 ل 20. الدي بكام؟ بلاستيك اندكس بكام؟ بلاستيك اندكس بكام؟ 10 ب 10 اهو، البلاستيك اندكس بيساوي الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت، خلي بالك قوي يا ب 10، 10 ناقص كام؟ 10 يطلع بكام؟ بصفر، صفر يمشي؟ اه ده حدوده من 0 ل 20، تمام. عوض بقى في المعادلة، اكتب المعادلة، يبقى الجروب اندكس هيساوي كام؟ 2 من 10 في الايه؟ الايه بكام؟ 23، يقول له 2 من 10 في 23 تطلع ب 4.6 من 10 اهي، زائد 5 من 1000 في ايه في السي؟ السي بكام؟ بصفر صح؟ احسبها؟ 5 من 1000 في الايه في السي، الايه بكام؟ 23، السي بكام؟ فضحتي انا الشباب. ايوه يا ريس تمام، بصفر اهي خلاص. اللي بعدها
واحد من 100 البي في الدي، البي بكام؟ ب 40. الدي بكام؟ بصفر، يبقى بصفر. يطلع بكام؟ 4.6. اكتب 4.6. قال لك لا، قال لك ده نيرست هول نمبر، قربوا لاكبر رقم، يكتبوا كام؟ 5. يبقى كده في الاخر بقى اكتب له كده، اقول له والله ذا سويل از، ذا سويل از، السويل از كام؟ ايه 4، وافتح قوس صغير كده اكتب كام؟ 5. جدع، اوعى تنساه في الامتحان دي، هتلاقي مثلا والله المساله عليها 5 درجات والجروب اندكس عليه 5 لوحده. مهندس بنقربها للاكبر او الاقل عادي ولا لازم اكبر بس؟ اقرا كده، اقرا كده، ايه نيرست هول نمبر، بقربها للاكبر. تمام، يعني لو مثلا 4 واحد اخليها 5 بقى. اقرب رقم صحيح الكبير. ليه؟ عارف ليه؟ اكيد الكبير اسوأ من الاقل، فانت دايما بتسيف نفسك، سيف نفسك، ابعد يا ابني عن الحاجات المشاكل. ولا والتربه دي شكلها كده اصلا وحش مثلا، يعني فاهم؟ تمام جدا، ماشي كده. تعالى بس، ايه الفرق ما بين ايه؟ يعني افرض انا مثلا طلعت معايا دي ايه 7 5، اختار ايه 7 5 ولا ايه 7 6؟ والله ما اعرفش، تعمل لي نجمه. عارف يعني نجمه؟ يجي يقول لك مثلا الاعلانات اللي تيجي تعمل لك نجمه جنبها، يقول لك ايه ده الضرايب عليك ومش عارف ايه. نفس الكلام، النجمه دي او النجمتين دول هتلاقيها هتكتب لي حاجه كده مدلله انديكيشن. النجمتين دول معناها ايه؟ تمشي ايه 7 5، يعني اختار ايه 7 5 لو انا وصلت بقى للخانه دي، دي او دي، اختار مين فيهم؟ قال لك والله تمشي ايه 7 5 لما يكون البلاستيست اندكس اصغر من او يساوي الليكويد ليميت ناقص 30. طب امشي امتى تمشي ايه 7 6 لو البلاستيست اندكس اكبر من الليكويد ليميت ناقص 30؟ في مشكله؟ تعرف تتعامل؟ تاني؟ تمام ولا تمام؟ تاني. دلوقتي افرض طلعت معاك التربه ايه 7 5 وايه 7 6، اختار دي ولا دي؟ كاتب لي تحتها نجمتين، النجمتين دول قال لك ايه؟ بص تحت هتلاقي كاتب لك كده، النجمتين دول معناهم ايه؟ تختار ايه 7 5 او ايه 7 6 لما تعمل المقارنه دي. لو لقيت البلاستيست اندكس اصغر من او يساوي الليكويد ليميت ناقص 30 يبقى دي، يبقى 5. لو 6 لو البلاستيست اندكس اكبر من الليكويد ليميت ناقص 30. في مشكله؟ تمام تمام مهندس. بالنسبه للجزء اللي قدام مش هنستعمله في حاجه، الجزء اهني يا ابني اللي هو تحت اللي بيصنف لي بيقول لي فير تبور والاجزاء دي، او الجدول خالص الجزء اللي تحت اللي هم الخانتين اللي تحت دول ده. انت بقى لو عايز تجود طلعت ايه 4، ممكن اكتب لهم قوسين اقول له سلت سويل، طلعت لي مثلا ايه واحده من دول كده اقول له ايه ده كليت سويل، مش عايز تعملها ما تعملهاش، هو بقى يبقى يخش يدور هو. تمام تمام. والجدول اللي في الثالث ده اللي هو ثالث جدول ده بس حاجه ليك انت، حاجه ليك انت بس، يعني حاجه كده ايه مع معلومات اسرائيليه. تمام تمام، تسري بيها معلومات. خلاص مهندس، هو دلوقتي الاي 7 6 والاي 7 5 ديت مالهاش علاقه بالجي اي صح؟ لا خالص، ده دي يعني كده يعني زي دي كده ايه 2 4 مالهاش علاقه بجروب اندكس. انت بعد ما تكتب ايه 2 4 بتفتح قوس كده وتكتب مكانه كام. تمام تمام، تعال ناخد ناخد مثال تاني مثلا. ماشي لا خلاص فهمتها، يعني ممكن تعمل دي كده بتاعه البي، شوف كده الدنيا المره أيوة. عينينا حتى معنينا حتى المره ما ناخد 200 كام؟ 85. 85 ده يبقى ايه؟ تعال يعني لما هي موجوده هنا ايه صح. تعالى بقى نفتح البتاع دي كده بعينينا حتى اهي بتاع بي، قايل لي والله مره ما ندخل 285% ادي 85% اهي. نمسح ده كله بقى ولا ايه؟ البتاع ده بقى ما فيهوش رجوع ولا ايه؟ صوتنا مسموع. نمسح يلا معلش ما حدش خلاص ماشي. معرفش نكبر البتاع دي يا رجاله، برنامج الرسام الصراحه مش معمول يعني مش متحمس. معلش يعني لو في احدث منه ده مش احدث منه، في برامج تانية يعني زي ايه مثلا افيدنا يعني الله يكرمك. ممكن الاستريتور، ادوبي الاستريتور ده الكات عندي بيشتغل بجهاز بسمع صوت بسمع صوت البطاريه وهو بيتفرقع. لا او
ممكن الاسهل خالص اللي هو الباوربوينت نفسه، بس تفتح صفحه فاضيه وتكتب بالقلم اللي بيبقى موجود فيه. يبقى المر اول حاجه بعملها يا شباب، انا مش حافظ يعني ايه. انت داخل ايه بتخش انت وحظ الواد الراجل بيضحك قوي تمام. هخش على منخل 200، المر منخل 200 اهو، اقول له اول حاجه نسبه المر من منخل 200 طلع كام؟ يساوي 85% اهي. يبقى دي 85% هنا ولا هنا؟ اكبر من 35 يبقى من ايه 4 صح؟ لحد مين؟ ايه 7 صح؟ ايه 7 وايه 7 5 او 6 دي اسمها التربه كده. بروح عامل ما بين قوسين تاني حاجه اسمها جروب اندكس مثلا جالك في الامتحان ماشي. بعد كده اخش على منخل مين؟ 10 اهي النسبه المئويه للمر منخل 10 اهي يساوي كام؟ حتى لو انت شايف بعينك ان هي مش موجوده بكتبها، باخد درجات 100 يبقى تمشي كله صح. اللي بعده عشان الوقت، النسبه المئويه للمر منخل كام؟ 40 هتساوي كام؟ 40 96% مفيش حاجه قصادها يبقى تمشي. النسبه المئويه للمر منخل كام؟ 200 هتطلع بكام؟ ب 85% تمشي، لان كلها مينيمم يعني 36 مينيمم يعني كلها تمشي معايا. يبقى كل حكايه اللي هيحسم لي مين؟ الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت. الليكويد ليميت بكام؟ الليكويد ليميت بكام؟ 35. مين يمشي معايا من ايه 35؟ انا شغال في الخانه دي اهي 35. مين يمشي معايا؟ ايه شرط ايه؟ كام؟ ال A 5 وال A 7 5 6 وال A 7 4 وال A 8 وال A 9 وال A 10 وبص وال B 99 بتقول لك الليكويد ليميت ال A 4 وال A 6 الليكويد ليميت بكام؟ ب 35. يعني انا قيمتي 35 هنا بيجي يقول لك ايه؟ انت واقف فين اهو؟ 40 اخري. طب 41 دي بدايتي، المينيمم بدايتي 41، انت عندك 35 يعني مين اللي يمشي معاك؟ الماكسيمم ولا المينيمم؟ يعني 40 ماكسيمم ولا 41 مينيمم؟ انا 41 ماكسيمم يعني انا اخري 40، يعني ممكن تمشي 0 تمشي 1 تمشي 2 لكن ما تمشيش 50، ده انا اخري 40. طب ال 41 مينيمم ده انا بدايتي 41 يعني تمشي 50 60 وانا فوق، انت فاهم؟ انا عندي كام؟ 35، يعني مين اللي يمشي؟ ايه 4 وايه 6 صح ولا ايه؟ تمام يا هندسه ماشي. اللي بعده يبقى اكيد الحسم في اللي جايه دي بلاستيستي اندكس بتساوي كام؟ حد يعرف؟ انا عندي 35 ناقص 20 يبقى 15. اهي البلاستيستي اندكس بيساوي الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت، يبقى 35 ناقص 20 يطلع ب 15. ال 15 دي تمشي مع مين؟ 15 يبقى اخر اثنين برضو. انا هتبقى ايه 6؟ ما تمشيش ايه 5 يا ابني؟ ما تمشيش مثلا ليه ما تمشي ايه 6؟ ايه المشكله؟ او بتمشي ايه 7؟ مينيمم ومينيمم ما 11 مينيمم صح جدع. مش انا يا ابني قلت لك يا ابني انت بتمشي على اخر حاجه قبلها، مش انت اللي فوق دي طلع لك اللي انت بس معاك ايه 4 وايه 6؟ يبقى انا بختار بس بين ايه 4 وايه 6، ما اقعدش بقى ارجع بقى في احلم في القديم، هي استبعدت خلاص. انا داخل راح اجيب طقم قميص وبنطلون وجزمه، رحت جبت لقيت القميص والبنطلون معايا 500 جنيه، القميص والبنطلون 500، عندي فكره اصلا اروح اجيب جزمه ما خلاص خلصت ماتت. نفس الكلام ما عنديش وقت ان انا ارجع تاني القديم خلصت، انت فاهم؟ انت بقى الامكان معاك دلوقتي اخر حاجه معاك مين؟ ايه 4 وايه 6. طب مين يمشي ايه 4 ولا ايه 6؟ على حسب والله البلاستيست اندكس معايا ب 15، فايه 4 قال لي اخرك 10 يا يعني ما عنديش تنفعش. لكن الاي 6 تمشي كام؟ قال لي ده بدايه 11، يبقى اهلا بيك في العاصمه، يبقى هنا السويل اي 6. في مشكله؟ لا زي الفل زي الفل يا رياس زي الفل. انت فاكر كده كان في الامتحان كده بيجي يقول لك ايه لو التربه الساند بتاعها في امتحانات السويل الدكتور احمد فاروق كان يجيب لك كده 20 ورقه فقال بقى صح وغلط. البلاستيست اندكس فور ساند بيساوي كام؟ البلاستيست اندكس بتاع الساند بكام؟ صفر باين ملوش قيمة. ليه ملوش قيمة؟
عشان الحبيبات حاجة كده يعني لا هو كان لا مش فاكر حد مش عارف تهبد. بص يا ابني مش الليكويد ليميت ده بيقول لك ايه دي اللي لما اجيب عينه من التربه اعملها على هيئه حبل واعمل اقعد اعمل ابرمها لحد ما تشرخ صح. والليكويد ليميت ولا بلاستيك ليميت ده مش عارف اللي هو ايه اجيب عينه احطها في جهاز كاسا جراند و15 دقه ولا 25 دقه لحد ما الشرخ يقفل صح. الرمل نفسه تعرف تبرمه تعرف تعمل له ولا له عجينه مفيش. فعشان كده ما تستغربش في الامتحان مثلا لو جات لك حاجه زي كده الاي 3 اجي ابص على البرسيست اندكس اقول ان بي ان بي يعني نون بلاستيك مالوش اصلا مالوش ان بي حتى تعرفها فاين ساند 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 رمل. احنا فاكرين ان كل التجارب اللي فاتت دي كانت بتبقى للكلاي او للسي فاي ماشي انما مفيش اي تجارب كانت على الساند في الموضوع ده. حلو عشان كده عشان كده طبيعي كاتب لك البلاستيست اندكس بتاعها لا مديك ليكويد ليميت ولا مديك بلاستيك اندكس مديك نون بلاستيك مفيش ملوش. طب هو ازاي في للطوب يا باشمهندس ازاي في للجرافيت الكلام ده يا ابني دي مش جرافل دي دي خليط كله بقى جرافل وساند وفرجمنت دي او كسر حاجات ناعمه يعني خليط. ايوه ما ده خليط جرافل وساند فالمفروض بردك ما يبقاش ليه خليط بقى. ما هو الجرافل اللي فيه ده متنعم ومش عارف ايه وعليه شويه تراب يعني ايه الجرافل الفرجمنت دي شويه نعومه معاه حاجات فيها في ليه يعمل طين مثلا. عشان كده حتى الحاجات دي المفروض بجيبها على منخل 40 يعني مثلا العيان اللي عندي اتنى ننخل بس اخد المر منخل 40 والدليل على كده بقول لك ايه الكاركترستكس اوف ماتيريال المر منخل كام 40 ليه لان منخل 40 ده دي المواد الناعمه فطالما المواد دي طلعت لها مواد ناعمه تحت 40 يبقى دي مليون في الميه هتلاقيها ليها بس كلكم تمام. بس انا بس بديك مثال بس عشان محدش يعرف ان بي دي لما تكون ساند بيور ساند خلاص ملهاش لكن خليط يبقى ليه تشيلش بالك بقى ماشي يا سلمي. تمام يا باشمهندس تمام كده يا شباب مسادي جالك في الامتحان مسادي جالك في الامتحان جالك في الامتحان يبقى دي القشطه تمام والجروب اندكس باذن الله باذن الله يعني تمام. ده الشرح بقى كان الباشمهندس محمد السلموني قال لك السول كلاسيفيكيشن عندنا طريقه اسمها الام اي تي واليو اس سي اس والقشطه. احنا خدنا مين القشطه وخدنا مين الام اي تي. الام اي تي بتصنف على حسب مين اهي الام اي تي يقول لك والله على حسب يا جرافل ولا ساند ولا سيلت هتلاقيه مديها لك 2 الرسمه دي اسهل لك بكتير كمان من 2 ل 6 من 100 ومن 6 من 100 2 من 100 دي سيلت تمام مش عارف ايه. طب انت رايح نفسك وخلاص ما انت معاك جدول فوق احفظه وراح نفسك يعني فهمت حاجه في الام اي تي يبقى على حسب المقاس اصنف التربه. القشطه اهي يا اما كورس يا اما فايل. الكورس قال لك والله لو المر من منخل 200 اقل من 35% يبقى ايه 1 لحد ايه 2 تمام. ولو كات فاين من ايه 4 لايه 7 ما مش عايز ادخلك في وش كده. حتى الراجل بيقول لك ايه الخطوات ايه منخل 200 منخل 10 طب انت خلاص عرفت الجدول حط الجدول قدامك وهتلاقي نفسك شغال ما تحفظ تمام. طب باشمهندس هو اليونيفاي سوليد كلاسيفيكيشن سيستم قصده بيه انهي سيستم؟ سيستم هو كان مش هو كان في السؤال قال اعمله عن طريق حاجتين الاشتو واليونيفاي سويت كلاسيفيكيشن سيستم اهي ما لسه ما اتكلمتش فيها مش قلت لك ثلاث طرق قال لك خصنا في الاشتو دي طريقه ثانيه ما ثلاث طرق ثلاث طرق والله العظيم ثلاث طرق بقول لك الراجل اللي هو مقسمها ام اي تي واس سي اس واشتو بقول لك صنفها لي مره بالاشتو ومره ثانيه باليو اس سي اس تمام جدا اللي هي يونيفايد سويل كلاسيفيكيشن سيستم النظام العالمي تمام. والاشتو الطريقه الامريكي الام اي تي البريطاني اللي هي ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي معهد في امريكا كده في اسف في بريطانيا تمام. اركب كده محطه القطر من شبين هتوصل. المهم ربنا بقى لي 5 سنين مفكره في امريكا لا ده بريطاني او ممكن يكون نيوزيلندي يا عم خلاص بقى مش ام اي تي تمام تمام حلو. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الطريقه بتاعه الام اي تي على حسب السايز تمام والاشتو على حسب التدرج الحبيبي والليكويد ليميت والبلاستيك ليميت. طب تعالى بقى نشوف مين اليو اس سي اس ودي انت خدتها انا متاكد مليون في الميه في مين
في القصه بتاعت مين السويل. انا متاكد دكتور احمد فاروق كان يخش كده يروح كاتب لك من السبوره وشه وضهره كاتبها لك. هو انا بس ما بخش اخد السايز علشان اخش بالام اي تي، اخد السايز بتاع انهي منخل بالظبط او لا دي كده حاجه عامه. يجي يقول لك والله معاك تربه سويل مقاسه مثلا 4 مللي، معناها ايه 4 مللي يبقى 2 ل 6 المقاس الاعتباري الاكبر مثلا. مثلا على السؤال بتاعنا اللي فوق كان مديها لنا نقطه فين، لان ما مش شايفها في السؤال اللي فوق. عمرها ما جت في امتحان وجت في اسئله دي طريقه بدائيه. نعرف برضه نعرف هو مش في السؤال، هو في السؤال طالب ان احنا نشتغل على طريقه الام اي تي ولا دي اسف دي كانت طريقه الاس سي. عمرها ما هتجي لك في الامتحان ايه كلاسيفاي السويل اي وبي اكوردنج تو اشتو واكوردنج تو مين يونيفايد كلاسيفيكيشن سيستم يو اس سي يونيفايد اشتو يونيفايد. تمام. ولو جت المفروض يبقى مديني المقاس الاعتباري الاكبر صح؟ ايوه بيقول لك السايز بتاع السويل كذا مش هتجي لك يعني. تمام تمام جدا ماشي تمام تمام يا ريس. تمام يا باشا. قبل بس ما نخش في النظام بتاع اليونيفايد سويل كلاسيفيكيشن سيستم دي، عايزين نعرف المواد اللي عندنا ايه. عندنا الجرافل صح؟ الجرافل ده اختصاره ايه؟ بنديله رمز اسمه ايه اسف بنديله رمز اسمه جي. ماشي يا عم، يعني اقول لك جي يعني جرافل. الساند اختصاره ايه؟ اس. سلت اللي هو الطامي اختصاره ايه؟ اس برضو برضو. لما خدت السويل يا ابني ام، ما انا وديت اس يبقى انا مش عارف هو سند ولا ايه بالظبط. فالسند حفظ حق خد اس، السلت يديله ام. تمام. اشمعنى اس ام؟ يعني جت ترتيبها بجدي يعني، قال لك خد الحرف اللي وراه، مش هو ترتيب الطبيعي جرافل ساند سلت كلي حتى المقاسات. فهو المفروض السلت ياخد اس، قال لك لا هنديله رمز تاني، تديله رمز اللي بعده حرف الاس ورا مين؟ اس ام. جدع. سلت كلي، الكلي ياخد حرف ايه؟ سي معروفه بقى. جدع جدع على اهي يعني سي. تمام معلش ما تزعلش يبقى حلو. لا واحد هندسه خد راحتك. ماشي تمام. عندنا بقى شويه حاجات تانية جنبها. ايه هي؟ زي الاورجانيك. الاورجانيك هتلاقي مدي رمز مين؟ او مثلا. تمام. مش عارف في حاجه تانية مثلا زي ايه؟ بس هي حلوه قوي كده. تمام ماشي. قال لك والله ممكن ايه، مفيش اعتقد حاجات تانية اورجانيك بس. في رمز اخير بس، حاجه اسمها البيت. البيت دي برضو تربه عضويه. تمام. مش هتلاقيها كتير قوي يعني. تمام. بس هتلاقيها مديها رمز اسمه ايه؟ بي تي، اختصار للبيت يعني تربه عضويه. تمام. انت يهمك الاربع الاولانيين يعني. الاورجانيك ديت ليه داخل كده ايه مساهم بنسبه 2%، البيت ده واحد من 1000 كده لو في المسائل يعني. ماشي كده. طيب قال لك والله كل تربه من دي ممكن تكون خليط. تمام. وممكن اديها وصف كمان معاها زي ايه؟ لو ديت رمز اسمه دبليو فبيقول لك ايه مدموكه جيدا او ويل جريدد او متدرجه، يعني تربه متدرجه يعني الزلط عندي فيه كل المقاسات بتسموها ويل جريدد بيدوها رمز دبليو. تمام. او تقول لك ايه عند في مش التربه كلها زلط سن كبير او حجم كبير يقول لك بور جريدد. تمام كده يعني ايه التدرج بتاعها مش كويس. ماشي كده يعني ايه بقى؟ مش فاهم حاجه. ممكن يجي يقول لك في الامتحان يعني ايه ديسكرايب اوصف. ده الدكتوره لازم تجيبه كل سنه. ديسكرايب السيمبلز دي في اتش سويل. ده سؤال في الامتحان لا يخرج من الامتحان. يقول لك مثلا اس سي يعني اس سي او اس او جي دبليو مثلا يعني ايه جي دبليو. الاخر بتقول لك انت عارف رموز او لا جي ده معناه جرافل اهو الجي جرافل صح، والدبليو معناها ايه الجريد ايه عارف ايه جريد والدبليو معناها ويل جريد ايه انقلها. طب تنكتب ازاي؟ بيسموها ويل يعني بقى ممكن اقول له ايه يعني. هي الفكره كلها في حاجه، يا اما تمسك كل رمز
انسبه لتحت اقول الجرافل دي جي جرافل للويل والجريدي. طب اقول اكتبها لها ازاي؟ اما جرافل تمام جرافل مثلا ويل جريديت، او عايز تديها صفه يعني دايما حاول دايما تاخد الصفه قبل الموصوف. يعني المفروض انكتب الصح اللي اكتبها كده ويل جريديت جرافل، المفروض انكتب كده يعني ماشي. حاجه زي دي كده تعالى بس شوف الامثله كتير بقى ايه. جي دبليو يعني ايه؟ يعني جرافل وده بيقول جريد، بكتبها ايه؟ بكتب الصفه الاول ويل جريديت جرافل. طب جي دبليو معناها ايه؟ بور جريديت جرافل. جي ام يعني ايه؟ جي اختصار للجرافل. ام يعني ايه؟ حارس لو جالك جي ام معناها ايه؟ تعرف تترجم ايه جي ابو جي جرافل والام يعني ايه؟ سيلت. يبقى اسميها ايه؟ جرافل والسيلت. ممكن اكتبها كده جرافل والسيلت، او اكتب الصفه قبلها يبقى سيلتي جرافل مثلا، او جرافل والسيلت. اكتب بس انت لو في امتحان، لو في امتحان وقفت خد كل رمز اكتبه كده، شد سهم تحته جرافل وده سيلت وامشي، طالما انت مش عارف تكتب الصفه بالموصوف دي تمام. طيب حاجه زي كده مثلا جي سي معناها ايه؟ يعني ده جرافل وده كلي صح، اكتب ايه؟ جرافل ويز كلي او كليد جرافل تمام. اس دبليو يعني ساند، والدبليو معناها ايه؟ ويل جريدد يعني ايه؟ ويل جريدد ساند. اس بي يعني ايه؟ بور جريدد ساند. اس ام يعني ايه؟ سيلتي ساند. اس سي معناها ايه؟ كليد ساند. في مشكله يا رجاله؟ ها تمام جدا. اخر رمزين بس معاك ممكن نحطهم هنا اهو، حاجه اسمها الاتش دي معناها هاي بلاستيستي. وال معناها ايه؟ لو بلاستيستي تمام. لو جالك مثلا في الامتحان حاجه زي كده وهتلاقي بس ايه التربه اللي هي الناعمه اللي هي السيلت والكلي هي اللي ليها بلاستيستي، يعني اجي اقول لك والله هو الجرافل ليه بلاستيستي؟ لا ملوش قوام، ملوش اصلا. ما البلاستيستي دي جايه من ليكويد ليميت وبلاستيك ليميت، اللي انا اجيب عينه من التربه مش عارف ايه. طب السن الرمل ملوش اصلا، يبقى الجرافل ليه؟ يبقى اكيد مليون في الميه بتلعب في السيلتي والكلي. فدايما الرمز اتش وام ده هتلاقيه لازق في مين؟ في التربه الناعمه زي سي ال. دي يعني ايه سي ال؟ سي يعني كلي، ال يعني ايه؟ لو بلاستيستي. يبقى اقول له كلي ويز لو بلاستيستي او لو بلاستيستي كلي. او ال اختصار لايه؟ او يعني ايه؟ اورجانيك. اورجانيك اورجانيك. او ال مثلا ولا او اتش مش تفرق، يبقى دي عباره عن ايه؟ اورجانيك ويز لو بلاستيستي او لو بلاستيستي اورجانيك سويل. ام يعني ايه؟ سيل. اتش يعني هاي بلاستيستي، يبقى هاي بلاستيستي مش عارف ايه. في مشكله في الرموز دي، يبقى اليو اس سي مد لكل تربه رمز والصفه بتاعتها تمام. الفكره بس ازاي اصنفه؟ والله ما فيش غير منخل 200. العلماء قعدوا كده افتكوس مع بعض، قال لك منخل 200 ده هو ده اللي بيصنف له التربه، لان ده انعم حاجه. قال لك والله لو لقيت المر من منخل 200 اقل من او يساوي 50% يبقى دي كورس. يعني ايه كورس؟ يعني يا جرافل يا ساند، والجرافل ده مقسمه كذا حاجه، يا ويل جريدد يا بور جريدد يا علي سيلت يا علي كلي. يعني انت لو خدت بالك هتلاقي كله جرافل جرافل جرافل، ده كله ساند 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 تمام. يبقى لو هو لو لقيت المر من منخل 200 اقل من 50% يبقى هو جرافل يا ساند. يا اما هتلاقيها جرافل يا ساند تمام كده يا شباب. طيب لو لقيت المر منخل 200 اكبر من 50% يبقى هو فاين سويل تمام، يا اما هتلاقيها سيلت يا كلي او اورجانيك بقى ولا حاجه زي كده تمام. تمام الجدول ده حفظ، هو والشارت ده اعتقد الدكتور ما بتجيبوش عمرها ما جابت في الامتحان اصلا تمام. فانت بس اسال الدكتوره بقى يعني ايه الجدول حفظ؟ هو ما فيهوش حاجه على فكره، ده كل حكايه مناخي تمام. مش مود الزغير لما كنا بناخد اصلا ماتيريال ما حفظناهوش. احنا بقى عندنا هتسال الدكتوره بقى ماشي، الدكتور لسه ما شرحتوش وانت والدكتور بتشرح، بس اسالها بقى قول لها ده معانا ولا لا. بس احنا يعني
طب نمشي فيهم ازاي طيب على الاقل يعني لسه ما انا هقول لك اهو وانا لسه ما خلصتش. روق روق بس يا ريس يا سلمي. انا بس بس اصل كان كلامك كان كتير في السكشن يعني. لا يا عم مش هقفل انا لسه بوربه ركز. حلو يبقى المر ما ندخل 200 اقل من 50% يبقى دي كورس جريند يعني تربه خشن. اكبر من 50% يبقى المر ما ندخل 200 اكبر من 50% يبقى فاين. طب لو هي خلينا بس في الحاله دي هيجي لك جدول برضو نفس الجدول اللي هو العقيم اللي معانا ده هيقول لك والله المر ما ندخل 200 مثلا كام 58% 58% ده دي اكبر ولا اقل؟ لا ده اكبر يبقى في الجزئيه دي. طب لا لو هي اقل مثلا يبقى في الجزئيه دي. طب في الجزئيه دي لو اقل من 50% نوعين يا جرافل يمين يا ساند. طب اعرف ان هو جرافل ولا ساند ازاي؟ على حسب المر منين؟ منخل أربعة. منخل أربعة هو اللي يقول لي. لو لقيت منخل أربعة اقل من 50% يبقى جرافل. يعني مثلا لقيت المثال عندك المر منخل 200 كان مثلا كام 30% 30% المر منخل 200 30% اقل من 50% يبقى دي كورس يبقى جرافل يا ساند. طب ايه اقول عليه جرافل ولا ساند ازاي؟ مين اللي يقول لي؟ منخل أربعة. لقيت منخل أربعة مثلا مر منه مثلا 10 فهو اقل من 50 يبقى جرافل. لقيت منخل مثلا 4 ده 60 اكبر من 50 يبقى ساند. فهمت يا سلمي؟ تمام. شويه بقى الجمل في اليمين ده يا عم هجيلك والله ما في حاجه فاهم زي الفل معاك. تمام حلو. الفاينز مقصود بيها ايه؟ المر منخل 200. لو لقيت المر منخل 200 تمام اقل من 5% يبقى هتشتغل على الخانتين دول. لقيت الفاينز اللي هي المر منخل 200 اكبر من 12% يبقى تليها ايه الخانتين دول يبقى الجرافل. يبقى تاني عرفت المر منخل 200 اقل من 50 يبقى ده جرافل يا ساند. اعرفوا ازاي جرافل او ساند؟ المر منخل 4 لقيته اقل من 50 يبقى جرافل. تمام. طيب عندي اربع انواع في الجرافل ويل جريدد ولا بور جريدد ولا سيلتي ولا كلي على حسب المر منخل 200. لو لقيت المر منخل 200 اقل من 5% يبقى شغال في دي او في دي يا ويل جريدد يا بور جريدد. لقيت المر منخل 200 اكبر من 12% يبقى هي يا سيلتي جرافل او كليت جرافل. طب ايه اللي عرف لي شويه خواص دي؟ في حاجه اسمها سي سب سي والسي يو. فاكرين المعاملات دي اللي هي حاجه اسمها الكيرفيتشر اندكس واليونيفايد او اليونيفورميتي اندكس. فاكرين الكلام ده؟ احنا فاكرينها بس ما نسينا بتتحسب ازاي. اهي تمام دي رموز التربه اهي. تمام قال لك السي يو الحاجه اسمها يونيفورم كوفيشنت. السي سي اللي هي كيرفيتشر كوفيشنت معامل مش عارف ايه ومعامل الانتظاميه ومعامل الكيرف ومش عارف حاجه زي كده يعني. تمام طب احسبها ازاي؟ قال لك والله المر من منخل او الدي 60 معناها ايه؟ الدي 60 حد فاكر؟ المر من منخل كام؟ 60. لو انت فاكر ان احنا كنا بنرسم كده لل السيمي لوج ده ولا فاكرين الكلام ده المقاس اللي فاكرين الدرج الحبيبي الدرج الحبيبي فاكرين مش عارف ايه نسبه المويه للباسنج وده مين اللهم صل على النبي القطر الدايمتر صح الدي 60 معناها ايه والدي 10 والدي 30 والدي 60 حد فاكر هو يعني كان المحجوز منهم يعني هو يعني كان المحجوز عليه يا كان المر من خلاله تقول ايه سبحان الله ما كانش زيدي بعبيد لا الفكره كلها في ايه مش عارف في مساله هنا اهو ماشي اصل الدكتوره ما شرحتهاش قبل كده في المحاضره ما علينا ماشي دي 10 ودي 30 ده عباره عن مين تعال نرجع للمساله دي اخش دي 10 يعني دي النسبه المويه المره من 10 اخش عند نسبه مويه 10% اخبط المنحنى واقرا القطر اللي قصادها ده اسمه القطر المقابل لنسبه مره 10% دي 30 يبقى القطر المقابل لمر نسبه مره 30% اهي اخش اقطع اجيب القطر الدي 60 اخش عند 60% اقطع الكيرف اجيب القطر تمام تمام يبقى ده القطر المقابل لمين؟ لنسبة مر 10% 20% 30% زي ما تيجي بقى تمام؟ قال لك والله احسب السيو ازاي؟ اقسم دي 60 على دي 10 اللي هي القطر المقابل لنسبة مر 60% على القطر المقابل لنسبة مر 10% طلعت رقم. السي سب سي قال لك دي القطر النسبة المئوية او القطر المقابل نسبة مئوية او المر 30%
تربيع على الدي 60 في دي كام 10. تمام حلو. الفكره كلها في ايه بقى يا معلم؟ بعد ما تحسب السي سب سي والسي يو قال لك بقى ايه؟ قال لك والله لو لقيت السي يو اكبر من 4 والسي سب سي من 1 ل 3 احسبهم الاول. تمام يبقى انت دلوقتي لو انت دقت انت ايه مشيت ازاي؟ مشيت الاول حاجه نسبه اول مره من 200 اكبر اقل من 50% يبقى كورس. عرفت ان هي جرافل او ساند ازاي؟ من مره ما ندخل 4 اقل من 50% جرافل اكبر من 50% يبقى ساند. خلاص انا دلوقتي هعرف من اللي هو جرافل اربع حاجات، يبقى انا وصلت للجي. باقي لي بس الرمز ده، الرمز ده اجيبه ازاي؟ عن طريق الخانه دي. دي الخانه دي بتقول لك ايه؟ المر من منخل 200 لو لقيته اقل من 5% يبقى دي او دي، لو لقيت المر منخل 200 اكبر من 12% يبقى دي او دي. طيب لقيت المر منخل 200 اقل من 5% قال لك والله يبقى اما حاجتين، يبقى اول جريدد يا بور جريدد. اعرفها ازاي؟ احسب المعاملات دي، لو لقيت السي يو اكبر من 4 والسي سب سي من 1 ل 3 يبقى اول جريدد. لازم الاثنين يتحققوا مع بعض، لقيت واحد سقط وواحد نجح يبقى اقول له دي بور جريدد. هتقول لك نوت ساتسفاينج الويل جريدد، يبقى اكيد لو هي مش ويل جريدد يبقى بور جريدد. تمام ها تمام اهو. طيب افرض انت لقيت المار منخل 200 ماله اكبر من 12% يبقى هي جرافل بس اما سيلت اما كلي. قال لك والله على حسب مين؟ حاجه اسمها الاي لاين. اي لاين ده فاكرين الاي لاين كان علاقه بين مين؟ بلاستيست اندكس والليكويد ليميت. ها اباف الاي لاين وبلو الاي لاين. بيقول لك لو انت فاكرين الحاجات دي في السويل بيقول لك الاباف الاي لاين اللي هي المعادله الخط ده، لو فوق الاي لاين يبقى كلي، تحت الاي لاين يبقى سيلت. فاكرين الكلام ده؟ فاكرين والله. يمين الخط اللي هو عند 50% ليكويد ليميت يمينه يبقى هاي بلاستيست هتلاقيه اتش، شماله يبقى لو بلاستيست هتلاقيه كله ال ال ال. تمام. فبيقول لك هنا ايه؟ لو الاي لاين لو لقيت البلاستيست اندكس اقل من 4 او لقيت التربه بتاعتك دي تحت الاي لاين يبقى دي مالها سيلت. لقيت البلاستيست اندكس اكبر من 4 او لقيت التربه تصنيفها فوق الاي لاين يبقى مين؟ كليد. الدكتور عمرو جاي في الامتحان. تمام بس اعرفها بس. تمام باشمهندس هنا بيقول لا 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 ده في الجي ام بيقول اور، يعني لو واحده او الثانيه المفروض انا اختار الجي ام يعني لو واحده لا على حسب. لا 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 يعني الجي ام دي تطلع يا دي او دي. اللي لقيت انت الرسمه بتاعتك تطلع في الايه فوق بتحت الاي لاين ماشي، لو تعرف ترسم لو جالك الرسمه يعني. ما جاتلكش الرسمه احسب بلاستيست اندكس اقل من 4. تمام نفس الكلام هنا بقى، تعال شوف كده الساند نفس الكلام. لو لقيت المار منخل 200 اعرف هو ساند، عرفت ان هو ساند يبقى ساند واخد اربع رموز، يا اما ويل جريد يا بور جريد يا ايه سيلت يا كلي. البور والويل على حسب السي يو والسي سب سي. تمام لقيت السي يو والسي سي يو اكبر من 6 والسي سب سي من 1 ل 3 يبقى ويل جريد، ما حققتش يبقى بور جريد. طيب السلتا ولا الكلي على حسب، لقيت مره منخل 200 اكبر من 12% اشوف البلاستيست اندكس، لقيته اقل من 4 يبقى ايه سلتي، لقيته اكبر من 7 يبقى كلي. تمام حته طيب الفاضيه اللي هي لو مثلا طلع ما بينهم ما بينهم ما بينهم بقى فاكر ما بينهم كانت في الامتحان والله من 3 ل 5 مثلا لقيت 10% بس هتجيلك. عارف ليه؟ اللي اصلا ما جاتش لك في السويل، هجي لك في الطرق ما علينا، بس لو جت في السويل بقى بدي مشتركه تبقى سي ال ام ال دي. فاكرها ما بين الاربعه وبين السبعه، ما بين البلاستيست اندكس ما بين الاربعه ما بين السبعه، هتلاقي محصوره اهو ما بين الاربعه وبين ها خدناهاش الحته اللي هي ما بينهم دي. ما علينا بقى، مش عليك نفض يعني. تمام طيب اللي لقيت الفاين سويل لقيته اكبر من 200 لقيت امتى اعرف ان هي فاين؟ لو لقيت مر منخل 200 اكبر من 50% لقيته اكبر من 50% يبقى دلوقتي انا عندي بقى ايه؟ يبقى اما فاين اللي هو بقى التربه الناعمه يا اما سلت او كلي يعني. طب اعرفه ازاي الكلام ده؟ قال لك والله على هشوف الليكويد ليميت، لقيت الليكويد ليميت اقل من 50% ليكويد ليميت اقل من 50% يبقى دي معناها مين؟ يا اما كله هتلاقيه واخد لو. شوف بص الراجل ده يعني بص شوف مش محتاجه والله. الليكويد ليميت اقل من 50% الليكويد ليميت لقيته اقل من 50% يبقى الشمال يبقى كله لو صح. لو بقى ممكن تطلع سيلت او كلي او اورجانيك اي واحده من دول صح. يعني هو في الامتحان بيديك الليكويد ليميت والبلاستيست اندكس، اخش اوقع النقط دي اقرا النقطه طلع في المربع ده يبقى سي ال، طلع في المربع ده يبقى سي اتش، طلع في المربع ده يبقى او اتش وام اتش. فاكرين يعني انا مش محتاج الجدول اللي فوق اصلا.
الجدول اللي فوق ده محتاجه بس في مين؟ لما يكون نسبة المر أكبر من أقل من 50% بس. لما يكون تربة خشنة. ما هي على حسب تربة خشنة يبقى من 50% محتاج الجدول ده عشان أعرف هو جرافل ولا ساند عن طريق منخل 4. طيب لو هو أقل أكبر من المنخل 200 أكبر من 50% يبقى من رسمة. أرسم أو الرسمة دي موجودة أخش أوقع ليكويد ليميت وبلاستيست إندكس وحسب مكان النقطة يطلع. أي ليكويد ليميت أقل من 50% يطلع سي إل إم إل أو إل أي. ام ال سي ال او ال طلعت الليكويد ليميت اكبر من 50% يبقى اي حاجه سي اتش او اتش ام اتش اي حاجه من دول بقى اي او يطلع اورجانيك اي حاجه بيت. تمام. خط الراس ده واقف عند الليكويد ليميت بكام؟ ايوه المعادله ايه انت بس الحاجات دي بتاعت سويل بقى. خط الراس واقف ب 50 عند الليكويد ليميت بيساوي 50 اكيد. لا المعادله ايه خط الراسي؟ خط الراسي ماله؟ خط الراس بتاع ايه؟ الخط الرأسي اللي هو واقف اللي قاسم الخط يمين وشمال قصده عنده واقف عند ليكويد ليميت ده عند 50% اهي. ما بقول له 50% دي معادله الاي لاين لو انت فاكرها. الاي لاين معادله في الليكويد ليميت يعني ده اترسم ازاي؟ معادله خطيه الواي معاك الاكس والواي. الواي اللي هو الاي لاين تمام. الاكس بالنسبه لي دي اعوض بالليكويد ليميت. الليكويد ليميت هتلاقيه بادئ من عندي كام؟ ما ينفعش ب 10 لان لو ب 10 يطلع بالسالب عشان كده مش مرسوم. فهو بادئ من عندي كام؟ تقريبا من عندي 20. لو ب 20 يبقى بصفر. هتلاقي الخط ده متقاطع عند صفر. الكلام ده انت خدت في الصويل يعني انت يبقى غلطان لو اتكلمت فيه. طب ده لو لو لقيته ب 100 100 ناقص 20 ب 80 73 من 100 هتلاقي طالع لك ده اقل من 60 حاجه اهو 58 لو انا فاكر حتى الرقم يعني بالظبط كمان يعني تمام. ايام ذكرى حط اهو او حسب المنطقه اللي فيها او اتش اند ام اتش مثلا زي ما وقعت هنا بكتبها تمشي دي ودي تمشي دي ودي تمشي دي ودي بالراحه يا الناس. روق يا ريس يا روق يا ريس روق انت في ايه. انا اسئلتي بسيطه خالص يا شوهندس انا مش تمشي دي تمشي دي او دي تمشي دي او دي يعني انت زي ما تطلع النقطه بقى معاك. تمام تمام حلو. تعالى بس كده نبص على الشيك كده. تمام وفضل الخمس دقايق بس يا باشمهندس على النقطه. خلاص خلصت وانا خلصت. انت فاكر الكومباكشن قدام كان له اختبار برضه عندك اختبار الساند كون تيست ومين وقصه البروكتور تيست. تمام راجعهم بقى من سويل ثانيه ما حدش بيشرحهم اهو. هتلي السؤال خمس هنجيبهم منين احنا دول؟ دور بقى ستادي. تمام ذاكر انت ستادي يبدا تفتح هتفتح الشيت بتاع شوف اي طالب في سنه ثانيه واساله. احنا نعرف العيال دي برضو. خليك بس معايا كده دقيقه يا محمد. الو الو يا حاج محمد انت فين؟ الحمد لله انت فين؟ طيب انا مستنيك في المعمل اهو. ماشي ماشي يا باشا والله مع السلامه. يا باشا يا رجاله استنى كنت مستوي بس اسمع بس خلاص كلمتين ده الكومباكشن الدكتوره بتشرحه واحنا بنشرحه هتفتح كده ايه الصغير ما بتشرحوش. احنا سابقين ممكن تشرحه لنا بالمره يا باشمهندس. احنا سابقين يا باشمهندس لو سيكشن اضافي ساعه كده في اي يوم. حاضر حاضر بس ما حدش بيشرحه. تمام هبقى اشوف لكم. تمام يبقى سؤال خامس. تعالى بس اكمل الشيء السؤال الاول بيقول لك ايه الغرض من ايه من تصنيف التربه؟ ليه بصنف التربه؟ عشان والله اعرف الدنيا عندي ايه الدنيا كويسه حلوه وحشه إيه انواع التربه عندي ايه اتعامل مع الماتيريال اللي هستخدمها في الموقع والكلام ده. ايه هو الجروب اندكس؟ ده معامل عشان استخدمه في تصنيف التربه اللي هي واقعه في الجروب الواحد وبيستخدم في ايه نفس الكلام اهو. تمام ايه هي الميجور سيستم؟ ايه هي الانظمه اللي عندي؟ اللي عندي الام اي تي عندي اليو اس سي اس الاشتو. بيقول لك صنف التربه دي مره للاشتو ومره لمين؟ لينوفايد سويل كلاسيفيكيشن سيستم. هتعرف تستخدم الجدول الدنيا لذيذه وسهله ايه. تمام تاني حاجه سؤال نفس السؤال يبقى ايه السؤال الثاني والثالث هتلاقيهم نفس الحاجه ليكويد ليميت بلاستيك ليميت وتعامل. تمام هتلاقي مش مديك حتى قصه المر وتحجز والكلام ده هي مديك الارقام على طول تعامل. بيقول لك هنا بقى ايه هي الموست هو السؤال ده مالك بس ما علينا وات ار ذا بوسيبل اند موست بروبال تربه مناسبه اكوردنج تو اس سي اس. تمام ايه احسن واحده في دول؟ مين احسن واحده واسوء واحده؟
ايه احسن واحده احسن واحد. اشوف افتح كده الجدول ده بس مش جاي في الامتحان بس ما علينا. اشوف بقى ايه واحد دي عباره عن ايه. ده ايه واحد انا احسن حاجه عندي ايه واحد ليه؟ لان دي جرافل وساند الخليط الامثل بالنسبه لي. انا مش عايز احط طين ولا عايز احط مين حاجات ناعم. انا عايز التربه تكون زلطيه ايه عباره عن سن وزلط والكلام ده. فهي بالاخر بتقول لك يعني ايه واحد ايه معناها ايه وايه 1 بي معناها ايه. انت يهمك بس زي ما قلت لك السؤال الثاني والثالث تصنيف بيقول لك ايه ريت المعامل. السؤال يعني ده بس السؤال ده والسؤال ده يعني ايه يعني خده بالحب كده وخلاص تمام. يعني ايه سي اس يعني ايه سي اتش مين احسن فيهم ده ده هاي بلاستيك لي ده جرافل مش عارف ايه الكلام ده. بيقول لك رتب معامل تصريف كل ماتيريال من دول يعني الجرافل بور جريدد جرافل دي تصريفه اكتر ولا اقل. تعرف تتعامل مع الكلام ده؟ الكلام ده عايز واحد بس ايه قاعد عارف يعني الجرافل ويعني الساند تمام. انا يهمني بس في الشيت زي ما قلت لك اللي جالك في الامتحان السؤال الثاني والثالث ده بس. والسؤال الثاني هو اللي كمان اهم بالنسبه لي تمام يا شباب. ونشوف كده هنعمل ايه عشان بس المحاضره اللي عندكم دي تمام. تمام ماشي يا شباب. تمام ماشي يا رجاله. مش اتكلم سلام اللي احنا بنقوله ها. تمام يا هندسه. تمام الشيتات يا ريس. الناس خلاص الناس شغاله فيها ولا لا؟ احنا يعني شغالين لحد الفيرتيكال كيرف كده. حلو خلصوها كده احنا مع بعض اهو مش حد ما نشوف الدنيا تمشي ازاي ماشي. الناس احنا الناس بس تكون شغاله في الشيتات عشان بس ايه لو الدكتوره طلبتها يبقى ايه الدنيا مع بعض الناس معاها وقت يعني. تمام كنا سلمنا الاول والثاني والثالث. في حاجه ثانيه نزلت الرابع نزل ولا ده الرابع؟ تابع بقى مع الجروبات الثانيه. انا مش معايا شيتات اصلا يعني. انت كويس قوي لقيت الملف ده في قلبه شيت يعني. تمام تمام بس كده. شوف بقى الدنيا ماشيه ازاي في الدفعه.